التربية. يعني أهم شيء التربية. أنا بي أستاذ، أنا من وقتها مواعيد بتذكر أنه أنا عم بسمع شعر والدة. نعم. وعم بيسمعني العتابة والشعر. شوفي صورهم على الهواء. والنسر. لهناك شوفيهم. والنسر وبيكتب كل شيء، هجاء، مدح، دايما يسمعني. صرت أقدر أعرف إذا بيت الشعر مكسور أو منه مكسور يعني. بعدين عائل يعني العائلة نحن كتير قرب من بعضنا، بعضنا لهلأ يعني نهار أحد، لأنه كل واحد بيكون بميل بدنا نكون موجودين يعني نهار أحد مع أمي لأنه بي توفى الله يرحمه. أكيد كمان هي العائلة هي المدرسة الأولى اللي بتتكون شخصية الطفل فيها. طفل. نعم. سو لما تكتسب كل هالقصص تما تكبر بيكبروا معك.